انطلق حملتنا السادسة في حملة تهجير في بغداد، ذلك نظرا للتغيير المناخ الذي حدث في أجوانه، والتغيير المناخ وتغيير البيئة والتلوث البيئي اللي حصل، حاولت أنه أغير في شيء إيجابي اتجاه ناسي ومنطقتي. أبلش يعني بزراعة الأشجار اللي أقدر عليها، بداية كانت يعني بس أني، وأنه بنطلقة الفكرة عاونوني أصدقائي، والحمد لله أشكر يعني صار فريق عندي حوالي 50 إلى 40 نفر متطوعين لمية الشعلة، ونشتغل بكافة مناطق بغداد، يعني ما خلينا مكان ما اشتغلنا به، حاولنا نزرع وإن شاء الله نزرع عدد أكثر من الأشجار اللي ساعدنا إن شاء الله لتغيير المناخ وكسب الأكسجين وتغيير الجو اللي يصير عندنا. احنا لحد الان من 2019 واليوم زارعين حوالي 2500 شجره اشجار متنوعه، مو اشجار شجيرات، اشجار كالبتوز، البيزيا، فروتشات بطل، كل هاي ساعه الظليات تكون وساعه تغيير المناخ ومصدات هوائيه بنسبه 90%. بعدين تطورت حملتنا، لا الحمد لله وتوفيق من الله، تطورت نحو الاحسن، دخلنا للمدارس، قمنا نشرح للطلاب، من الطلاب بادروا ويانا بالزراعة، يعني سووا فد يوم فصل أو ربع ساعة فصل نشرح على طبب الشتلة للصف، ونشرح لهم على كيفية الزراعة، شلون تعيش، قد تحب سقي ما تحب سقي، صار عندهم فد إلهام وإقبال كلش واسع على الزراعة، طبعا فد ترحيب وكلش يكيفون ويفرحون. إمكاناتنا البسيطة ردنا نغير واقع مدينتنا ونزيد المساحة الخضراء، فالحمد لله والشكر يعني لاقت نجاح واسع وتعاون بين الأهالي. حملتنا مستمرة، يعني احنا هسه جاي ننقل هاي الرسالة للأصغر من عندنا، حتى من مبدأ أنه زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون، فإحنا نريد هاي الديمومة حتى منطقتنا تصير أسوة باقي المناطق اللي بيها مساحات خضراء وبيها تشجير. نزرع اليوم 100، الموسم اللي وراها نزرع 300-400، يعني في زيادة. فإحنا نريد من الناس أنه كنا نصير واحد، كنا نهتم بهذا الجانب، كنا نهتم بجانب الزراعة، فأريد تعاونهم ويانا بالعناية وبالسقي. أكو مشاكل داخل العراق اللي هي الاستثمار الأمثل للمياه. فبالتالي سياسة الموارد المائية والاستخدام الأمثل للمياه وموضوع تلوث المياه، هذا كله يحتاج إعادة نظر ويحتاج تعاون بين وزارة البيئة والزراعة والموارد المائية حتى نقدر نواجه مشكلة التصحر ونأمن موضوع الأمن الغذائي، لأنه بصراحة البلد راح يواجه مشكلة كبيرة فيما يخص توفير محاصيل استراتيجية مثل محصول حنطة.